السلام عليكم، مرحبا بكم في كوجين حنونة. شكرا لدعمكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا البرالينه بيستاش، ما غير منكهات، ما غير ديزاروم، طبيعي 100%. يلا نتعداو للطريقه. خديت 120 غرام فستق، خديت عليهم 30 غرام لوز، 20 غرام ماء، 20 غرام سكر، ومغرفة زيت نباتي. أول حاجة باش نعملوها باش نحط شوية الفستق في الفور. هنا كالعادة رد بالكم القشرة، كل كعبات الفازدين نحيوهم، حكاية ترشيد ماكسيموم. وفي المرحلة هذه بعد ما خرجت الفستق من الفور باش نحضر السكر، نوزنوا على الكسرونة كما ترى 60 غرام، ونزيد عليهم الماء حكيت 20 غرام ما تفوتوش، باش نحطهم على نار هادية ونخليهم بشوية بشوية يسخن السكر. هنا اللي عنده ترمومتر نجم يستعمل ترمومتر يوصل 120 درجة، اني ما عنديش. اول ما يبدأ يشكشك نستنى حكيت 3 دقائق لين كيما ريتو يبدأ يظهر فقاعات كبار، وبعد نحط البيستاش ونبدا نخلط فيه بشويه بشويه. تو تلاحظوا اللي بعد تتغلف كعبه البيستاش بالسكر الابيض. سي بون، اون فوا وصلتوا للمرحله هذيك هاو طفيو على الغاز وباش نتعداو ونحيو البيستاش. خذيت الكمية الكوليكية حطيتها في الروبو باش نزيد عليهم اللوز مرحي ونبدأ نخلط. في المرحلة هذه تنجموا تاخذوا البرالان بيان سور قبل ما تزيدوا كل مغير فازيد وتكملوا تخلطوا. كما تروا اني بدلت الميكسور، خذت الكمية صغيرة والروبو ما نجمش نرحي بي. توسعوا بالكم فرحين كل ماكينة والبيسانس متاحة. الوصفة هذه بنينة بنينة على الاخر، اللي يحب يفوح الكريمة بور مهما كانت نوعتها الكريمة بور تعطيك مطعم مثخم ياسر، للي يحبوا البيستاش ان شاء الله يا ربي تجربوا هالوصفة، وان شاء الله ما طولناش عليكم. شكرا على دعمكم مرة اخرى، والى اللقاء في وصفات اخرى.